ونتكلم عن حقيقة منع مرتضى منصور من الترشح في الانتخابات، لأن هي انتشرت بشدة في وسائل التواصل الاجتماعي. نقول أصل الموضوع إيه؟ كده حضراتكم سمعتوه من كذا حتة، هل مرتضى يتمنع؟ هل مرتضى يتمنع؟ هل مرتضى يتمنع؟ هل المرتضى يتمنع؟ يعني ناس كتير شافت الموضوع ده. الحقيقة إن أول امبارح بالليل إحنا نشرنا في صفحة الجريء على الفيسبوك، كالعادة دايما لما يكون عندنا انفراد بنحطه بدري، بنحطه على الفيسبوك لكل الأصدقاء، عنوانه منع شخصية هامة من دخول انتخابات الزمالك، قرار صدر رسميا وجريتي فيه. اللي عايز يروح يشوف في الصفحة مكتوب التاريخ والبتاع، اتعمل له مشاركات كتيرة بصراحة، وناس كتير كتبت لي وحاولت تسألني مين ده. أنا ما ردتش، لأن المصدر اللي اداني المعلومة قال لي ما تقولش، ولكن مع الأيام هيبان مين هو اللي هيتمنع من الترشح، لأن قناة الجريء ما بتقولش كلام من الهوا، كل كلامنا بيتم. ففي ناس خدت في السوشيال ميديا، خدت الكلام ده وقالت عن المستشار مرتضى منصور هو اللي مترشح. احنا ما قلناش مرتضى منصور ولا قلنا غيره، احنا قلنا في شخص كبير هيتمنع من الترشح. فده اللي عمل لغط عند الناس اللي بتاخد المعلومة. ممكن اي حد، ممكن اي حد، مش هقول اسماء، ممكن اي حد، المهم يكون شخصية مهمة، يعني شخص مهم صدر القرار ومنعه من الترشح. ومع الوقت هقول لكم وقتها ايه والتفاصيل، واقول لكم انا جبت المعلومة ازاي. احتراما لحضراتكم، احنا ما نقولش معلومة من الهوا، خلي بالكم، يعني احنا بنقول المعلومة متأكدين فيها 1000000%، 1000000%. فده اللي عمل لغط على وسائل التواصل، عمل لغط عند الناس. يوتيوبر طلعوا قالوا مرتضى، انا بنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، لحد علمي ان المستشار هيترشح في الانتخابات وهيقدم اوراق ترشيحه، اما ما بعد ذلك فده ايه اللي عايزه ربنا يكون، اللي عايزه ربنا يكون. دايما بنقول ربنا يولي من هو اصلح لخدمه نادي الزمالك وخدمه جمهور الزمالك العظيم. عمرنا ما قلنا معلومه طلعت غلط، واللي يقول لي الجدع يطلع حاجه، بس لما نكون في حاجه بنخاف ان الافراد السوشيال ميديا، لا، في ناس قبلنا بقى لهم 5 و10 و20 سنه بيطلعوا في السوشيال ميديا، احنا يعني لسه بقى لنا سنه طالعين، فبياخدوا الكلام وبيطلعوا وبينقلوه حرفا ونفس العناوين وكده، وده شيء مش مظبوط. على كل حال، في كل وقت هنقدر نسرب بعض المعلومات ونقول بعض التفاصيل، في كل وقت هنقدر نسرب ونقول بعض المعلومات والتفاصيل. كان في كمان اتصال تليفوني بين المستشار مرتضى منصور وقيادي في الدولة. مين القيادي ده؟ بلاش نقول القيادي دلوقتي، اقول لكم هو المستشار مرتضى عمل عدة اتصالات بيحاول فيها انه يأجل الانتخابات وقت تاني، ما يتفتحش باب الترشيح. بيحاول ان الانتخابات تقام على 3 ايام، بيحاول. فأجرى عدة اتصالات ب عدة مسؤولين في الدولة في هذا الشأن، وكله كان بيرفض، بيقول له احنا مالناش دخل، الانتخابات تقام في يوم واحد حسب اللائحة، ما نقدرش نأجل الانتخابات. اتقال له بشكل واضح لو الانتخابات لم يفتح باب الترشيح يوم 2021 هيبقى في لجنة تدير النادي مباشرة وهي اللي هتدير العملية الانتخابية، وده هيبقى موقف صعب على المستشار مرتضى. انا بدعوه من الآن حبا فيه انه ما يخطئش هذا الخطأ. إذا هو أدار الانتخابات هتبقى نزاهة الانتخابات كويسة، لو هو ما قدرش الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل. الكلام واضح؟ أنا بتمنى إن المستشار مرتضى منصور هو اللي يدير الانتخابات، بس أتمنى إن هو ما يقعش في غلطة إنه يحاول يأجل موعد الانتخابات مرة تانية. ربنا يخليك يا بوب، ربنا يكرمك، لأن موضوع التأخير هيخلي في لجنة هي اللي هتدير وهو هيبقى بره، ولما الانسان بيبقى بره غير لما يبقى جوه. اللي متفق معايا يقول متفق، اللي مش متفق يقول له اشرح له اكتر، يقول لي اشرح له اكتر. لما يكون المجلس هو اللي بيدير الانتخابات يبقى كل اللعبه في ايديه، 90% مش هيبقى فيه تزوير. اذا كان بره الله اعلم بقى، الله اعلم، مش عايزين نتهم حد باي حاجه يزور، يمكن الناس اللي تيجي تكون اكثر نزاهه.
بس احنا بنقول له اوعى تغلط في غلطه المحاوله دهرجه الميعاد شويه، يعني هو بحرفيه دهرج الميعاد شهر. ماشي خلاص وصلتوا، طلع قرار مجلس اداره ان الانتخابات 20 ويتفتح باب الترشيح 20، ينزل في الجرايد 20، 21 يتفتح الباب، يبقى اوعى تزود عن كده. تحذير من حد بيحبك والله، اوعى. ساعات تلاقي فيه لجنه جديده، وانا حذرته قبل كده من غلطه وهو لاحق نفسه فيها وكانت اللجنه جاهزه. المهم من ضمن الاتصالات، اجرى اتصالات باشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وطلب منه بعض الطلبات رفضها اشرف تماما، واشتكى له من حكايه اللجان السابقه، وقال له اللجان السابقه عماله تتهمنا اتهامات وبتهري، مع ان احنا استلمنا النادي ما فيهوش اي فلوس والمرافق بايظه وعليهم فلوس للضرايب والحاجات دي، ومفيش مستحقات الفرق والكلام ده. مفيش، ده كلامه مع الوزير. انما الجزئيه بتاعت ان هو طلب من الوزير الانتخابات تجرى على 3 ايام، رفضها الوزير. اتهاماته اللجان التانيه، الوزير قال له قدم بلاغات للجهات الدوله، وجهات الدوله هي اللي تيجي وتشوف مش بالكلام. فنتمنى يا رب ان الامور تعدي على خير. النهارده كام؟ 17، خلاص هنبقى 18. يا رب يا رب الانتخابات في الزمالك تجرى في موعدها. اي تاخير مش لمصلحه اي حد، اي تاخير مش لمصلحه اي حد. زي ما بقول لكم قناه الجاليه النهارده هتعمل لكم مفاجاتين جداد باذن الله، ودايما الاخوه اللي بيقولوا انهم معانا في الاخر بنخلي لهم خبرين حلوين بنقولهم. امبارح كنت سعيد جدا بالاخوه اللي سهروا معانا الاخر، عملنا جزء كده من الجريء كوميدي وضحكنا وهزرنا وفرفشت قبل ما ننهي البث اللي كان معانا، وفاكر اللي احنا عملناه يكتب للاخوه على التكست. فدي سياستنا، بس احنا طبعا هنحاول على قد ما نقدر نخلي البث اقل وقتا، بس النهارده في مفاجاتين حلوين. نقول لكم ايه حكايه الوزير وحطب، الوزير ومرتضى وحطب. سيناريو بيحصل من دول، المستشار مرتضى منصور بيحاول يأخر الانتخابات ليه؟ علشان تجرى انتخابات اللجنة الأولمبية، ولما تجرى الانتخابات اللجنة الأولمبية تشار حطب، فيبقى أشد أعدائه مشي، لأن وجود حطب معناه منع مرتضى منصور من الترشح. هيترشح وبعدين هيترفض. يعني أشد أعدائه في الساحة دلوقتي الأخ هشام حطب. فكان كل امنيات المستشار مرتضى منصور، بنتكلم بوضوح يا جماعه ما حدش يزعل عشان انا بيهمني الناس تبقى فاهمه، كان كل امنيات المستشار مرتضى منصور ان الانتخابات تجرى بعد انتخابات اللجنه الاولمبيه. فاهمين معايا؟ طيب هشام حطب عايز ايه؟ عايز الانتخابات النهارده. ليه؟ يخلص ويتجدد له ويقعد 4 سنين على دماغنا من فوق، مش على دماغنا احنا يعني، على دماغه هو والناس بتوعه، ويدلدل ويتحكم في الرياضه المصريه هو وبتاع المنازعات اللي عنده. كل واحد له طموح. الوزير بقى ادى الكل بومبا النهارده واعلن يعني مفاجاه صارخه بصراحه. قرر الوزير اليوم ان انتخابات اللجنه الاولمبيه تجرى خلال شهر مارس او ابريل القادم. قرار من وزير الشباب والرياضة إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية خلال شهر مارس أو إبريل المقبل. ليه قال لي كده؟ قال لي اللجنة الأولمبية انت هتعمل الانتخابات بتاعتك إزاي وانت كل الاتحادات ما خلصتش؟ يعني لازم كل الاتحادات الرياضية تخلص عشان يبقى ليها ممثلين جداد ويتعمل انتخابات نزيهة. كان زي ما بقول لكم كان حطب عايز يسلقها بالرجالة بتوعه اللي نجحوا خلاص وتخلص وهو يتنوا قاعد. معنى اجراء انتخابات اللجنه الاولمبيه مارس ابريل يعني بعد انتخابات نادي الزمالك. اذا حطب قاعد لحد بعد ما تخلص انتخابات نادي الزمالك، هيتفتح باب الترشيح الاسبوع الجاي وهيتقفل بعدها باسبوع، وهتتباعت الاسماء كلها للجنه الاولمبيه، ويجي حطب يقعد بقى يحط رجل على رجل، شيل ده حط ده، شيل ده حط ده، شيل ده حط ده، شيل ده حط ده، والدنيا تبوظ. فكان حطب يحلم ان هو يعمل انتخابات وتخلص، وكان المستشار يحلم ان حطب يتشال، فكل كل الاماني بتاعتهم باظت بقرار من السيد وزير الشباب والرياضه اليوم، وقراره اتبع ببيان بيقول فيه في اطار التنسيق المتبادل لما فيها الصالح للرياضة المصرية وفي ضوء أحكام المادة
رقم واحد من قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 بتعريف الجهة الإدارية المركزية بأنها الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأعمال نص قانون 184 سنة 2021 الذي ينص على استثناء من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بقانون 71 لسنة 2019 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين تنتهي في 30 ديسمبر 2021 طبقا للإجراءات والنصاب الذي يحددها النظام الأساسي للهيئات الرياضية، وذلك عن العام 2020-2021، ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص لشؤون الرياضة. في ضوء ذلك تم تمديد المدة لانتخابات اللجنة الأولمبية نظرا لعدم انتهاء الاتحادات الرياضية الآتية: كرة القدم، كرة اليد، الخماسي الحديث، تنس الطاولة من انعقاد جمعيتها العمومية الانتخابية، والتي تعد أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ولهم حق الترشح لعضوية اللجنة. لذا نؤكد بالتنبيه باتخاذ اللازم حيال رغبة سيادتكم في الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية حال فتح باب الترشيح إلا بعد انتهاء كافة الاتحادات الأولمبية من عقد جمعياتها العمومية، ووفقا لكتابنا السابق إرسال اللجنة الأولمبية بتاريخ 12/20/21. فإذا انتخابات اللجنة الأولمبية في شهر مارس أو إبريل القادم بعد انتخابات نادي الزمالك، صدمة كبيرة للطرفين، لأن حتى هو حتى كان عايز بدون الناس دي، يعني هو كان مظبط نفسه إنه ينجح حتى بالتسجيل. أدينا بنشوف، وفي نفس الوقت أنتوا عارفين إن الدولة المصرية بتحارب الفساد، وإن شاء الله الفساد ستوقف.